تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بداية، تتواصل الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل لليوم 11 على التوالي بتنشيط المترشحين وممثليهم لعدة تجمعات ولقاءات جوارية لعرض برامجهم الانتخابية. مرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش نشط تجمعا شعبيا ببوغني ولاية تيزي وزو، تابعته سونيا جاسي. من ولاية تيزي وزو وفي مدينة بوغني، دعا المترشح يوسف أوشيش إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع من أجل التغيير، حسب ما أكده في التجمع الشعبي. يوضد لوان لحكومة يغالي المزين من الجزائر، يوضد لوان أدنى الحكومي وجدود جزائري. Il est temps de restituer l'État à la nation. Telle était la promesse de novembre et de la SOMAM. Telle était la promesse que nous continuons à porter. مالغري لادفيرسيتي خاص لاني عويقا نتساوي تاعكم تكفتو يا ثناغ باش نسيوض الوعد الشهداء اندا الى قد يوض ايا ثماثنا يستما اتسرى ما بحري غيثورت ما راك نتوالي يكا تفدمت سيدو سان الناغ نزمر ادنيني لا ديموكراسي نا با بيردو لا ديموكراسي نا با بيردو الساكين أدنيني سياكين سي فوغني الساكين أدنيني سي جرجر علين سي جرجر عزيزا توجدوث وتخسرارا توجدوث وتنخسرارا ذو الواجفة سير مذيلي ذو قولة ونذيفتي خاسك الوعد يتقص ذا الواجب سير مديني ذقولا ونذيفتي خاسك الوعد يتقص انفد ارقص تمطوس انفد وانسفد امسلين الحق انفد وانسفد يذون امسلين الحق باش نوح ادنر الحكم يوجدوا ذا زايرين. أوشيش أكد أن مشاركته في هذه الانتخابات هو جزء من إرادته في الدفاع عن الجزائر التي ضحى من أجلها الشهداء، مضيفا أنها ستبقى واحدة موحدة كما ناضل من أجل ذلك أبناؤها خلال الثورة التحريرية. أما الأحزاب الداعمة للمترشح الحر عبد المجيد تبون فقد نشطت تجمعات شعبية ولقاءات جوارية بعدة ولايات من الوطن، المتابعة لهدى روابح. تجديد الثقة في المرشح الحر عبد المجيد تبون لاستكمال مسار التنمية والبناء وتعزيز المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية هو ما دعت إليه الأحزاب الداعمة للمترشح الحر عبد المجيد تبون. مرشحنا الحر لهذه الرئاسيات هو أحد أبناء الأوراس البررة الذين سجلوا بصماتهم في تاريخ ولاية باتنا. عندما يقول أن العهد أعطته لنديرها عهد اقتصادية، عندما يعلم بأن الاقتصاد لا يمكن أن يتحقق إلا ببيئة قابلة للاقتصاد، استطاع أن يغلب منطق الدولة واستطاع أن يعيد هيبة الدولة وهيبة المؤسسات وهيبة المؤسسات وهيبة المؤسسات ضاربا مثالا كقدوة في محاربة الفساد. حركة البناء الوطني وحزب صوت الشعب وتجمع أمل الجزائر والفجر الجديد أكدوا على البعد الوطني والإرادة الصادقة للمترشح الحر عبد المجيد تبون في قيادة الجزائر نحو الازدهار. الاستقرار الوطني، استقرار مؤسسات الدولة مقصد استمرار بناء الجزائر الجديدة، وهذا ما بدأ في تكريسه مرشحكم عبد المجيد تبون. رئيس الجمهورية الحالي نحافظ على الاستقرار والذهاب للتنمية
وبها نكونوا دولة ناشئة. لغة الأرقام اللي قدمها وش قدم في 3 سنوات تعطيه في موقع قوة. لماذا اليوم نتحدث عن المترشح الحر عبد المجيد تبون؟ بكل بساطة في كلمة، لأنه زرع الأمل على شبابنا، على نخبتنا، على اقتصادنا. إذن هذا هو الرجل المناسب لهذه المرحلة. إذن على كل الجزائري والجزائريات أن يتحملوا المسؤولية في إنجاح يوم 7 سبتمبر. حزب الكرامة وجبهة الحكم الراشد دعوا بالمناسبة إلى ضرورة التصويت وبقوة لصالح المترشح الحر عبد المجيد تبون، فيما تواصل مبادرة نقترح ونصوت حملتها الانتخابية لصالح المترشح الحر عبد المجيد تبون. بإذن الله تعالى سترى المشاريع التنموية، وسترى المشاريع الترقوية، وسترى المشاريع التي من شأنها تغيير واقع التنموي في هذه المنطقة النور. كما نشط الأمين العام لحزب حركة النهضة محمد ذويبي بتفويض من المترشح عبد العالي حسن الشريف رئيس حركة مجتمع السلم تجمعا شعبيا بولاية المغير التغطية لحمزة ملوح والقراءة لآية دحو. من ولاية المغير دعا الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي الداعم للمترشح لرئاسية 7 سبتمبر عبد العالي حسن شريف المواطنين إلى التوجه بقوة يوم الاقتراع، لأن المناسبة ليست كسابقاتها. هذه مناسبة ليست كباقي المناسبات. انتخابات رئاسية ما هيش كما باقي الانتخابات، وإن كنا يعني نحترم كل الانتخابات وكل المواعيد الانتخابية. أنتم تعلمون أن منصب رئيس الجمهورية هو محور الدولة في الجزائر. الفرصة الآن بين أيدينا، الفرصة الآن بين أيدينا وبين أيدي المواطن الجزائري. لا نسمع للأقوال وللذين يثبطون الشعب الجزائري. الشعب الجزائري كيما عمل ثورة في 54 وقبلها ثورات كثيرة، واستطاع أن يخرج فرنسا والحلف الأطلسي وتتحرر الجزائر وتستقل، كذلك بإمكانه إذا عزم بإمكانه أن يغير هذا الوضع بالطرق السلمية وعن طريق الانتخاب الحر والشفاف، وهي حاجة سهلة يعني لا تأخذ منا الكثير. فيوم 7 سبتمبر 2024 هي فرصة لتقديم هذا الرجل ولمضمونه ومضمون برنامجه، وهكذا الإنسان على الأقل لا يلوم نفسه، ما يلومش نفسه، قال أنا أديت معالية واللي بعدها إذا انتخبنا هذا الرئيس بعد ذلك المسؤولية تبقى عنده هو والفريق الذي معه. وهذا ليس غريبا على الشعب الجزائري كما قلت، فقط نتخلوا من اليأس والقنوط وسمع الأصوات. قال محسومة ما كانش واحد يحسم في بلاصة الشعب الجزائري، ما كانش واحد يقرر في بلاصة الشعب الجزائري. هذا كلام غير مسؤول وكلام مثبط وكلام يدفع للعزوف مرة أخرى، ولكن أعتقد أن الشعب الجزائري فهم الرسالة وأدرك المسؤولية، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سيمارس حقه وواجبه. كما عدد مناقب المترشح الذي يعتمد على برنامج طموح نابع عن قناعات متعلقة بقضايا الأمة الجزائرية. تنموياً الآن وتعزيزاً لقدرات التموين وتوزيع الماء الشروب، يتواصل تجسيد البرنامج الاستعجالي لمشروع الشط الشرقي لتموين بلديتي تيارت وسوغر بطاقة 8000 متر مكعب من المياه الصالحة للشرب. مراد عبروس. بهدف توفير موارد مائية إضافية لمدينتي تيارت والسوغر، تم الشروع في إنجاز الشطر الثاني لحوض الشط الشرقي، والذي سيمكن من حشد 8000 متر مكعب من المياه.
هو عبارة عن مشروع تمديد للمشروع الأول بتاع شط شرقي واحد، وهذا المشروع سيقوم بتزويد ساكنة عاصمة الولاية بالمياه الصالحة للشرب إضافة إلى ساكنة بلدية الشوقر. يمتد هذا المشروع على مسافة تقدر ب 31.5 كيلومتر، مقسم إلى ثلاث حصص. ولتعزيز قدرات التخزين والتوزيع استفادت أربع بلديات من خزان مائي بسعة 2500 متر مكعب. بنينا هذا المخزن المائي 2500 متر مكعب بمحطة الذخر رقم 3 بعين كرمس، واللي هو على بالي أليمونتي على بالي شرب ربع بلديات، وهي مدرسة سيدي عبد الرحمن كرمس والرصفة. اليوم برنامج استعجالي آخر لولاية تيارت انطلاقا من الشط الشرقي لشط الشرقي رقم 2 31 كيلومتر لتدعيم كل من بلدية سوقر وبلدية تيارت لأكثر من تجنيد 8000 متر مكعب بالمياه الصالحة للشرب. اليوم نستطيع أن نقول بهذا التحويل الذي له مدة زمنية شهرين نصل لأكثر من 40000 متر مكعب خارج المياه السطحية. هي جهود متواصلة لتحسين الخدمة العمومية للتزويد بمياه الشرب. دوليا، وفي لبنان شن فجر اليوم الطيران الحربي الصهيوني غارات على أطراف بلدات جنوب لبنان في القطاعين الغربي والأوسط، ما أسفر عن استشهاد مواطن لبناني وإصابة اثنين آخرين، كما خلف القصف الصهيوني أضرارا جسيمة بالممتلكات والمزروعات والبنى التحتية خاصة شبكة الكهرباء والمياه. وأمام هذا العدوان الصهيوني على لبنان، رد حزب الله اللبناني بإطلاق مئات الصواريخ تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدة مواقع. وفي آخر التطورات الميدانية بفلسطين المحتلة، استشهد 69 فلسطينيا وأصيب أزيد من 200 في قصف متواصل تشنه قوات الاحتلال الصهيوني منذ فجر أمس على دير البلح وخان يونس، فيما تكشفت جرائم الاحتلال من خلال نسف عائلات بأكملها. المتابعة للوضع مع مراسلنا من غزة وسام أبو زيد. من هنا بدأ فجر جديد للعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة ليل نهار. غارة إسرائيلية أسفرت عن استشهاد أكثر من 10 شهداء من عائلة واحدة، وبقيت فرق الإنقاذ تبحث عن المفقودين لساعات طويلة رغم إمكانياتها المتهالكة، لكنهم يتشبثون بأمل إنقاذ أحد منهم رغم رائحة الدم والبارود التي تفوح من المكان. طبعا انتشلنا منه 6 شهداء، وأصحاب المنزل يقولون ما زال هناك 4 أشخاص تحت الركام. يتم من خلال الخبرة المسبقة على عملية دراسة وشم رائحة الدم حتى يتسنى لنا الوصول إلى الجثث الموجودة. وبعد عناء تمكنت الفرق الطبية من انتشال باقي العائلة شهداء من تحت الأنقاض، كان من بينهم هؤلاء الأطفال الذين انقطعت عنهم الأنفاس وسبل الإنقاذ وانضموا إلى قوافل الشهداء والضحايا في عدوان عمق من الجرح الفلسطيني وزاده إيلاما. وفي ساعات النهار تتضح معالم جرائم الإبادة بهذه المشاهد المؤلمة لجثامين أكثر من 69 شهيدا تكدسوا بثلاجات الموتى بمجمع ناصر الطبي بخان يونس، وهي ليست لأشخاص أو أفراد فقط بل لعائلات بأكملها راحوا ضحية القصف الجوي والمدفعي وعمليات القنص المتواصلة على النازحين في خيامهم. أستاذ بدأ مدنيين، ولا رحم حجر ولا رحم صجر ولا رحم بشر ولا رحم حدا، لمهم لحم وجبناهم، والله يرحمهم برحمته ويصبر. فالفلسطينيون يودعون شهداءهم ليل نهار، وما زالت آلة حرب الاحتلال تفتك بأرواح الأبرياء. حرب إبادة وإن توقفت إلا أنها ستترك غصة في قلب كل من بقي على قيد الحياة. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. في الرياضة، ولرسم إياب الدور التمهيدي الأول لرابطة أبطال إفريقيا، يواجه اليوم شباب بلوزداد آسي ليوبارد الكونغولي بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة على الساعة 8 مساء. فحظ موفق لممثل الجزائر الشباب في هذه المنافسة القارية.
بدوره يتطلع نادي شباب قسنطينة لحسم تذكرة الدور التمهيدي الثاني من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف، حيث يواجه اليوم في مباراة الإياب حين يواجه نادي الشرطة الرواندي بملعب كيغالي على الساعة 2 زوالا. فحظ موفق لشباب قسنطينة في هذه المنافسة. ونختم نشرتنا من بسكرة وبالأجواء الصيفية، حيث تعد الحدائق والمنتزهات الوجهة المفضلة للعائلات لقضاء أوقات ممتعة خصوصا في السهرات الليلية. محمد أبي إسماعيل. في هذه الحديقة بوسط مدينة بسكرة يجد عشاق السهر والسمر لطفة الجو وهدوء الليل متعة لا توصف. العائلات هنا تفترش البساط الأخضر الذي يطغى على المكان، وهم يشكلون جماعات على مقربة من أبنائهم الصغار، وآخرون يمضون الوقت مع أطفالهم في الألعاب الترفيهية، فيجدون في متعة اعتدال الطقس ليلا فرصة للاستمتاع بجمالية المكان. كاين تغير كبير الحق في ولاية بسكرة، وما من جو العائلات يعني كالم ما شاء الله، وسمى الاولاد يلعبوا كما راكم تشوفوا هكا على الكيف ما شاء الله، والله فرحانين ببلادنا. نجوا نتنفسوا وكما على بالكم السخانه تاع بسكره، انسي كو لي فامي بسكري ثاني وكل يجوا لهنا. الحمد لله منظمه ما كانش مشاكل، عجبنا الحال بزاف. الحديقه ربي يبارك بزاف مليحه. نجيو حنا العائله نتاعنا نتسلاو هنايا، نلعبوا نديروا وقت الفراغ نتاعنا. هذا الفضاء يشكل قبلة للأسر لقربه من مرافق النقل، كما تعتبر الحديقة مكانا عموميا مؤمنا للتواجد الكثيف لعناصر الأمن بمحيطها، وهو ما يبعث بالأمان والطمأنينة. حديقة ما شاء الله، وهذه فخرة وزيادة في بلادنا، والعوائل كلها متهنيين، ومع وعدنا الأمن نديرنا الأمن ندايرين لاجون لهنا مسكفين بها. سخروا لنا هذه الحديقة الثالثة في هذا العام، يعني ما شاء الله كولات قبلة ومزار للعائلات، وهذه تبقى أمانة عندنا احنا اللي نأكل، ومسؤوليتنا احنا كبير وصغير لازم نحافظ عليها، ولازم تتوسع وتقول ماذا بينا نشوفوا أفضل من هذه. هذه المرافق الحيوية أصبحت ملجأ لكل من يبحث عن الراحة والاستجمام وقضاء أجمل الأوقات. وبسهرات بسكرة الصيفية نختم نشرتنا، شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.